فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول المؤلف رحمه الله إنه لا يحل قتل الصيد بالبندق، يقول هل المقصود البنادق المعدة للصيد؟ لا، البندق شيء يعني من الطين يعمل، ما هو محدد، شيء مدور، شيء من الطين مدور صلب، هذا مثقل، ما يقتل به يكون وقيدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز اتخاذ الصقر؟ البندق غير البندق، غير البندق، البندق هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.